من أمام البرلمان الألماني احتج فنانون أكراد سوريون رفقة نشطاء من العاصمة برلين للتعبير عبر لوحاتهم عما سموه جرائم التدخل العسكري التركي في الشمال السوري. فأنا كمواطن سوري أولا وكردي ثانيا أطالب البرلمان الألماني بصفتها عضوة من ناتو مع شركائها الأوروبيين أن يضغطوا على الحكومة التركية بزعامة أردوغان الذي يعني لم يترك مكانا في العالم أو بالشرق الأوسط إلا وتدخل به. لوحات فنية ترمز بعضها لتهجير الأسر الكردية وأخرى ترمز لمن غادروا الحياة بسبب القصف التركي وتركوا وراءهم أحلامهم رسالة في أعناق الآخرين. مناطقنا التي تتعرض للإبادة الجماعية من قبل أردوغان الفاشيستي التركي الذي قام بالحملة الهمجية على مناطقنا بدون رادع وبدون أي سبب فقط لقتل الكرد ولا شيء آخر. عبر الفن بلوحات مؤلمة عن رسالة مفادها أوقفوا قتل الأبرياء والتدخل التركي في الشمال السوري، رسالة للحكومة الألمانية من أجل التدخل العاجل لوقف العدوان التركي على الشمال السوري. فنانون أكراد وكذلك سوريون وألمان يبعثون برسالة فنهم للبرلمان الألماني من أجل وقف ما سموه بالاحتلال التركي لسوريا بشكل عام ولمناطق الأكراد بشكل خاص. محمد الفنيش، قناة الغد، برلين.